بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إخوة الكرام، رجال الصحافة والإعلام، ولن بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم السريع مع هذا اللقاء الصحفي واللي كيتزامن اليوم مع واحد ذكرى عزيزة على مكنسة، هي ذكرى ديال معركة واد بوفكران. ونتمنى إن شاء الله أنه كل المعارك التي تخاض مدينة مكناس أن تكون من هذه المعركة انتخابية، أن تكون في صالح الساكنة وفي صالح المدينة. طبعاً في مثل هذا الوقت من سنة 2015، ليس بالتحديد جوج أو ثلاثة شتنبر، ولكن في شتنبر 2015 تقدمنا بنداء لمكناس. قدمنا واحد البرنامج، وهذاك البرنامج طلبنا من الساكنة ومن المواطنين ومن الناخبين باش صوتوا على العدالة والتنمية، وباش يعطيوه الأصوات ديالهم لكي يدبر هذه المدينة ويحقق عدد من المطالب. لأن ذاك كنا قدمناها في أزيد من 300 إجراء في البرنامج الانتخابي اللي كنا قدمناه. اليوم هذه اللحظة هي لحظة ربط المسؤولية بالمحاسبة. جينا نقولوا أودي أجدر خلال هذه 6 سنوات بالنسبة لجماعة مكناس، طبعا احنا طلبنا باش يصوتوا علينا، وقلنا لهم خصكم تعطيونا الأغلبية باش نسيروا، وعطوها لنا الله يجزيهم بخير، أزيد ب 25,000 صوت و 34 مستشار، وهذه الأغلبية استطعنا أنه نحقق بها ما سأتكلم عنه. ولذلك اليوم بين أيديكم الحصيلة ديال 2015-2021 اللي غدا ستكون كتيب سيوزع على الساكنة، ولكن كصحفيين انتم راه توصلتوا به وغادي نعطيوه لكم كذلك لكي تطلعوا عليه، يعني في حوالي 60 صفحة واللي فيه أهم، لا أقول كل، بل أهم المنجزات. قبل ما نتكلم عن الحصيلة، طبعا كاين إكراهات اللي حاطت هذه المرحلة، كاين إكراهات سياسية وإكراهات قانونية وإكراهات تنظيمية ومالية وبشرية. السياسية كتعرفوها كاملين كيف تحولت مكناس من عاصمة لجهة إلى ثنائية لقطبية ولجهة أخرى. كانت مكناس عاصمة يعني جهة مكناس سفيدات، ولات تابعة لجهة فاس مكناس. طبعا هذا التقطيع له آثار بالتأكيد، يكون عنده آثار اللي هي طبعا اقتصادية واجتماعية وغيرها، وهذا من يعني من الإكراهات. إكراهات كذلك اللي كتعرفوا جميعا، الإكراهات القانونية، عاد أول مرة غيطبق القانون التنظيمي ديال الجماعات الترابية 113-14 بكل المميزات ديالو، وغيطبق على واحد على الجماعات بما فيها جماعة مكناس، بالإضافة إلى الإكراهات الأخرى البشرية، بحيث نسبة ديال التأطير اللي كاينة في الجماعة لا تتعدى واحد 12%، بالإضافة للإكراهات المالية اللي كيعرف الجميع شنو كنعيشوه كمدينة مكناس، كمعدل واحد 40 مليار مصادر ضعيفة والنفقات يعني الكثير. لن أطيل عليكم في الحصيلة بغيت نقدمها لكم في ملخص في عناوين كبرى، في 10 العناوين كبرى، 10 فقط. بغيت نبدا بالأولى، مكناس 2015 مكناس دابا. واحد العنصر الأساسي اللي هو صحيح كاين الأوضاع الاجتماعية، كاين الأوضاع الاقتصادية ديال المواطنين وديال الساكنة وديال الناس. 2015 كتعرفوا عدد ديال التظاهرات اللي كانوا، كتعرفوا الضغط الاجتماعي اللي كان، وهذاك الضغط كبير اللي كان على مدينة مكناس. أول إنجاز وأكبر إنجاز بالنسبة إلينا هو هذا النوع من الإشراك والتنسيق والتعاون ما بين جميع الأطراف. هذا الروح اللي سائدة في مدينة مكناس ديال التعاون، هذا إنجاز ساهم فيه المجلس مساهمة كبيرة ومقدرة، وبهي مناسبة باش نشكر جميع
الذين ساهموا في هذا الجو وعلى رأسهم السلطات المحلية والسيد العامل والإدارة الترابية. طبعا المنتخبين باقي الفرق ربعا الفرق اللي كانوا في المجلس، هذا الروح ديال التعاون وديال التنسيق، هاد النتائج النتائج الأخرى هي جزء من هاد الحصيلة وجزء من هاد الجو اللي صنعناه كاملين، اللي بغيت نشكرهم كاملين، لأن هاد الحصيلة راه حتى هما ساهموا فيها. كذلك الموظفين ديال الجماعة اللي داروا عمل كبير جدا، عمل كبير باش نجوا هاد الشيء، المواطنين، هيئات المجتمع المدني، القطاعات الوزارية، الجماعات الترابية، الجهة، مجلس العمالة، الجهة غادي نوقف عليها واحد الوقفة، ولكن خليني نقول لكم هذه الروح اليوم اللي سائدة في مدينة مكناس واللي كنعتبروها إنجاز من الإنجازات ديال جماعة مكناس، هو هذه الروح ديال التعاون، ديال التنسيق، ديال الإشراك، ديال التشارك ما بين جميع المتدخلين. خرجنا من جانب ديال الصراع الى جانب ديال التعاون والتكامل، فاذا هذا اول انجاز بالنسبه الينا واللي كنسجلوه من الانجازات، هذا الجو العام ديال الاشراك والتعاون والتنسيق والتشخيص، لان حتى التشخيص درناه مجتمعين. حنا دابا هذا البرنامج اللي نقول لكم شحال حققنا منه، كاين البرنامج الانتخابي ديال الحزب وكاين البرنامج ديال الجماعه. حنا جينا كحزب قلنا غنديروا غنفعلوا غنتركوا الى غير ذلك بحال العدد ديال الامور، جات احزاب اخرى قالت نفس الامر. ملي جينا للمجلس القانون كيفرض علينا نديروا برنامج عمل جماعه مكناس، درنا تشخيص فبراير 2016 اللي كتعرفوه حضروا له ازيد من 670 جمعيه، وكانت الخلاصات ديالو بالمحاور ديالو العشرة بالاولويات ديالو الى غير ذلك اللي غنوقف في يعني في نسبه الانجاز ديالها. ولكن خليني نقول لكم هذه الروح انطلقت منذ ذلك الحين. ونسيت باش نتكلم على راه ماشي ست سنوات اللي دوزنا، 2015 كانت شو تنبير، إذا ما عاد تحسبش كان 2016 كانت انتخابات البرلمانية، إذا 2017 و 18 و 19 2021 كورونا. فهاد النتيجة هذه واخا حنا كنتكلموا على ست سنوات ولكن راه عمليا هي ديال ثلاث سنوات، ولذلك هذه الأولى. ثانيا بدءا من هذا الروح والحصيلة التداولية، هذا مجلس الناس صوتوا علينا عطاونا 34 مستشار، ولكن هذا 34 بحضورها بتماسكها بتعاونها مع الفرق الاخرين اللي كنشكرهم، ثلاثه فرق اخرى اللي كانوا معنا، درنا واحد الحصيله مشرفه ديال المجلس. هذه الحصيله طبعا درنا 33 دوره، 17 دورة عادية و16 دورة استثنائية، 600 اللي تدرج في جدول الأعمال زيد من 700 نقطة، واللي صوتنا عليها 642 نقطة اللي صوتنا عليها، حيت باقي النقط كاين اللي كيمكن يكونوا عبارة عن 92% من هذه صوتنا عليها بالإجماع، تم التصويت عليها بالإجماع. هذا الإجماع قد يظهر لكم بأنه عملية بسيطة، لا، هي عملية معقدة كيخصك تقنع الناس خصهم يصوتوا معاك، وملي كتمشي للنقطة بالإجماع متابعة التنفيذ ديالها سواء كانت ستنفذ على المستوى المحلي ترابي أو على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني، ملي كتمشي بهذا الروح ديال الإجماع كيكون عندها آثار. ولذلك حنايا جد سعداء بهذه النتيجة ديال الحصيلة التداولية اللي الحمد لله ما ندخلش في تفاصيل كثيرة ديالها، شحال الهم يعني اللجان إلى غير ذلك، لأن هادو درنا 33 عرض تقديمي. هاد العروض مهمة، بين العروض درنا دورة خاصة بالصحراء المغربية، راه ما نساوهاش، درنا دورة ونقطة خاصة بالقضية الفلسطينية، درنا دورة خاصة بالتشغيل في مدينة مكناس، درنا دورة خاصة بالرياضة. هادو كلهم يعني ربما كتاخدوش فيهم وقرات، ولكن كانت فيهم عروض اللي كانت مهمة. ف 33 عرض تقديمي، 33 خاص قرارات اللي خاصة بالسير والجولان، 67 مقررات إدارية، 230 اتفاقيات والعقود، 373 نقاط اللي كانت مختلفة.
إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد ما صدقنا على البرنامج في غشت 2016 عاد جا المرسوم ديال برنامج عمل الجماعة، استطعنا الحمد لله أنه هذا التنفيذ ديال البرنامج بالمحاور ديالو كاملة استطعنا نحقق فيه واحد النسبة. قد تظهروا 212 مجال ونقطة اللي احنا استطعنا نحققها من هذا البرنامج، وهذا مهم جدا. الناس اللي بغاو يديروا يرجعوا كمرجع للبرنامج الحزبي، برنامج الحزبي قدمنا فيه تقريبا 300 نقطة اللي حققنا خلال هذه الدورة، لأنه واحد جزء كبير دخل في برنامج عمل الجماعة. أزيد من 70% من النقط ديال البرنامج اللي قدمنا للساكنة تحققت، النقط الأخرى قد طبعا علقت مع البرنامج ديال تنفيذ ديال جماعة مكناس. هذا برنامج ديال التنفيذ أقول فيه بعض النقاط فقط، لأنه النسبة عندنا فيما يتعلق ب يعني 30%، يعني فيما يتعلق بالتنافسية الترابية والدور الاقتصادي 23% اللي ديال الإنجاز، طرق والتعمير 23%، طرق والتنقل والنقل الحضري 23%، 25%، هادو كلهم اللي كنمشيو في المجموع نقولوا واحد 30% هي نسبة. ولكن داك الشيء اللي درناه في 2016 وخرج في 2017 وبدا التنفيذ ديالو في 2017 2018 2019، هذا الشيء اللي حققنا فيه. فإذا حنا جد فرحين بهذا المستوى ديال التنفيذ. 68% درنا احترمنا فيه التكلفة التقديرية، 74% احترمنا فيه الأجل، 10 من 10 المليون ديال الدرهم مبلغ تقديري حق 100 مليون ديال الدرهم، حوالي 2.7 اللي حققنا اللي نفذنا هو المبلغ المنفذ، يعني من 10 المليار ديال الدرهم حوالي 3 المليار اللي حنا نفذناه. هادو اموال التي انجزت في الجامعه. ما نتكلمش على الشركاء ساهموا ما ساهموش الى غير ذلك، هذه غتجي من بين الاكراه. طيب، فإذا هذا على المستوى العام ديال البرنامج ديال العمل ديال جماعة مكناس. على المستويات الأخرى بغيت بعض العناوين. إذا عندنا الأولى تكلمنا الحصيل على الجو العام، الحصيلة التداولية، تنفيذ البرنامج. دابا ندوزو هذاك الشيء اللي كتشوفوه عمليا. أولا فيما يتعلق بالبنية التحتية. البنية التحتية أنا كنظن ما يمكنش شي واحد مكناسي يعيش مكناس أو من سكان مدينة مكناس واللي مقيم خارج تراب مكناس أو خارج التراب الوطني ما غيجيش ويلحظ الفرق خلال هاد 6 سنوات على المستوى البنية التحتية. 10 ديال الشوارع كبرى وإعادة تأهيل ديالها، شارع محمد الخامس، علال بن عبد الله، الحسن الثاني، شارع الجيش الملكي، بيران زاران، يعني خالد بن الوليد، شارع الشاوية. دابا الآن خلاص التهيئة ديال ميديان، التهيئة ديال عبد الرحمن بن زيدان، هادو شوارع كبرى، شارع كبير جدا فتحناه يتعلق بكي ديال بقرة على مسافة 8 كيلومتر. هادو إنجازات ما يمكن حتى شي واحد. فيما يتعلق بنية تحتية الأحياء 65 حي يمكن نعدوهم اسما، كلهم يعني البنية التحتية ديالهم غيرت البنية التحتية ديالهم. 65 حي اللي أعيد إما الترصيف ديالو أو الترصيص ديالو أو الزفت ديالو أو الممرات ديالو. هذا احنا بالنسبة إلينا إنجاز كبير على المستوى ديال البنية التحتية، لأنه كيمكن تجيو اليوم ونقولوا دي خاص 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 خاص، لكن هذاك 2015-2016 كانت المطالب الناس وما كنتوا لا نسيتوا، نذكركم كانت مسيرات تأتي على الأقل من 3 أحياء كبرى. أين هي المسيرات التي كانت تأتي من البساتين؟ أين هي المسيرات التي كانت تأتي من سيدي بوسكري؟ أين هي المسيرات التي كانت تأتي كذلك من وجاع روس وسيدي بابا؟ على البنية التحتية. فإذا استطعنا الحمد لله فيما يتعلق بالبنية التحتية ديال الأحياء. أنا ذكرت هذو غير كعناوين اللي ماشي ديال الاحتجاج، ماشي لأنه كانوا كيحتجوا باش درنا لهم، كنقول العمق ديال المشكل اللي كان ديال البنية التحتية واللي كان كيهم هاد 65 حي، واللي طبعا استطعنا حنايا أنه
يعني نديروا في هذا العمل الكبير جدا ازيد 250 كيلومتر ديال التزفيت، ماشي شي حاجه بسيطه. الامر الثاني اللي حنا نجزناه في هذه المدينه هو ما يتعلق بدعم الاستثمار المحلي. حنا جبرنا اشكال كبير جدا ديال التشغيل وديال العطاله في مدينه مكناس، ماشي اختصاص ديال الجماعه، ده اختصاص ديال الدوله، لكن حنا درنا فيه واحد الدور مهم جدا بالنسبه الينا ديال هذه القضيه ديال التشغيل. القضيه ديال التشغيل درنا اليوم الحصيله بين ايدينا ما بين 2015 و 2021، مش هاد الارقام ماشي ديالي، هذه الارقام الرسميه. بعدما عبأت الجماعه وسائل من اجل تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، عندنا ارتفاع في عدد الاجراء المسجلين بلا سي ان اس اس، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جماعه مكناس زائد 40% من 2015 الى الان 95353 اللي تسجلوا. ما كنقولش دارتهم جماعه مكناس، ساهمت فيهم جماعه مكناس. ارتفاع في عدد المقاولات المسجل يعني بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زائد 22%، ازيد من 10000 مقاوله التي سجلت. معدل النمو المحلي ديالنا حنا بالرغم من الاكراهات على المستوى الوطني نمو 2.5%، على مستوى الجهه مرتفع 2.8، حنايا عندنا، لكن حنا في جماعه مكناس 2.6. هادو ارقام بالرغم من انه نقدر نلاحظوا عليهم ونقولوا بانه هناك اطراف كثيره ساهمت فيها، صحيح، ولكن جماعه مكناس ساهمت واحد المساهمه مقدره في هذه العمليه ديال التشغيل. حنا درنا مبادرات ديالنا، اولا درنا عده عقود ديال عده اتفاقيات، كاين اللي خرج الوجه كاين اللي ما خرجش. درنا اتفاقيه مع التكوين المهني، درنا اتفاقيه مع الوطني مع الوكاله الوطنيه على الشغل والكفاءات، درناها مع الجامعه، درناها مع المنصات، من اخر منصه هي منصه الشباب، درناها مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن، درنا معهم اتفاقيات. الهدف ديالها او احد الاهداف ديالها هو التحفيز والتشغيل. طبعا درنا بعض الاتفاقيات وما خرجاتش، يعني اللي كانت على كل حال يعني ظروف ما خرجاتش، درناها خاصه مع الجهه، درناها مع الجهه. فاذا دعم التشغيل المحلي عبر هذه الاتفاقيات حنا سعداء بهذه النتيجه. انا كنعطي غير الخلاصات والا غترجعوا وغتلقاو فيها. الامر الاخر اللي حنا فخورين به كحصيله هو على مستوى التعمير، الشباك الوحيد، كل ما يتعلق بهذا الجانب ديال العقار. اولا خليني نهنئ جميع المتدخلين في هذا المجال، اننا اليوم عندنا جوج وثائق اللي هي مصادق عليه. عندنا التصميم التوجيهي لصدو مصادق عليه في 2020، وعندنا تصميم تهيئه اول مره في تاريخ مكناس عندها تصميم تهيئه مصادق عليه وصادق عليه في 19 غشت 2021 الاسبوع الماضي او ما قبل الماضي، وخرج في الجريده الرسميه. إذن هادو جوج وثائق مهمين، ما نهضروش على الآثار ديالهم الاقتصادية، الآثار ديالهم على الاستثمار، الآثار ديالهم على المنعشين العقاريين، هذا حديث ولا حرج، ولكن خليني نقول لكم بأنه اليوم عندنا جوج وثائق مهمة. اليوم ما غاديش نمشي نقلبوا، ما غنكونوش في حاجة أن نمشي نقلبوا على الاستثناءات، ما نكونوش في حاجة للاشتغال خارج القانون وخارج الوثائق. عندنا وثائق اليوم، وهي مناسبة باش نشكر جميع من تدخل في هذا المجال. طبعا اخص بالذكر السلطات السيد العامل والسلطات الإدارة الترابية والوكالة الحضرية والوزارات المعنية، إعداد التراب اللي ساهموا مساهمة فعالة باش نخرجوا هذه الوثائق. إلى جانب هذه الوثائق في نفس المجال خلينا نفتخروا، واش كاين شي مكناسي اليوم لا يفتخر بالشباك الوحيد اللي عندنا في الهديب في ملحقة الإسماعيلية من حيث الإخراج والعصرنة الإدارية ديالو، من حيث الآثار ديالو،
ولكن الاثر ديالو هي عدد ديال الترخيصات وعدد ديال الرخص والطريقه باش كيشتغل. في اليوم حنا نحن نفتخر اننا عندنا شباك وحيد نموذجي على المستوى الوطني، بعد ما كانت الشباك الوحيد ديال التعمير. اليوم بهذا الشباك الوحيد استطعنا ان نخفض نسبه الحصول على الرخصه بالنسبه للمشاريع الكبرى من شهرين الى حوالي 15 يوم. الالاف ديال المشاريع اليوم التي صدق عليها، المشاريع الصغرى اليوم الحمد لله كاين اللي كيشدها في 48 ساعه كيشد الرخصه ديالو، لكن كمعدل ما بين 5 و 8 ايام، وحنا سعداء بهذا. انا كنعطي فقط العناوين، والا راه هادشي كله غادي يرجعوا لك. كاين عندنا من بين الامور اللي حققناها كحصيله ومهمه جدا وما يتعلق بالنقل الحضاري، حيت اللي ما عارفش الازمه اللي دازت منها مكناس 2004 و2005 ما يمكنش يتكلم على حصيله النقل ويعتبر النقل الحضاري كحصيله. كتعرفوا 2004 و2005 كنا كنمشيو نكراو الكيران من المحطه الطرقيه، ودارت صفقه، لكن التطوير ديالها اليوم هذيك الصفقه هذا المجلس عامل على تطويرها ودار ملحق مهم واضاف حوالي 128 حافله جديده اللي دخلت الاسطول. ما نتكلموش على يعني على التلاميذ وعلى الطلبه والتوسيع ديالهم بطريق ديالهم، ما نتكلموش على الجوده اللي ولات في النقل الحضاري. راه واحد الوقت بدايه المجلس كتب كانت عده مقالات، ها شراج المهرسين، ها الحوادث الى غير ذلك. اين هي الان؟ تجويد النقل الحضري والتنقل الحضري مهم جدا، وكيخليني معاه ان اضيف امرين عندهم علاقه بالنقل والتنقل. اولا اطلقنا دراسه لاول مره في تاريخ مكناس، اول مره عدد من المدن عندها دارت الدراسه المره الاولى والثانيه، وهو برنامج التنقل الحضري المستدام. اي مدينه كيفاش كتنقل فيها سواء الراجلين او اصحاب المركبات او اصحاب او النقل الجماعي او النقل العمومي، ما عندناش دراسه. هذا المجلس اطلق دراسه واليوم هي في المراحل الاخيره ديالها باش تخرجنا ديك الدراسه، باش تخرجنا التصميم كيفاش خصو يكون التنقل داخل مدينه مكناس، داخل جماعة مكناس والجماعات المحيطة بها. وهذه الدراسة اللي الحمد لله قلت في المراحل الأخيرة ديالها. وفي علاقة كذلك بالنقل والتنقل، القرارات التي اتخذها المجلس من خلال سير الجولان، واللي كنشكر بالمناسبة الأطراف اللي كتشتغل معنا سواء وزارة النقل والتجهيز خاصة قطاع النقل أو الإدارة العامة للأمن الوطني. عدد من الإشكالات التي عشناها ونعيشها بمدينة مكناس بفعل هذا التعاون استطعنا أن نتغلب عليها من خلال هذه القرارات. نهاية تكون الدراسة غتهنينا، ولكن اليوم من خلال هذه القرارات التي اتخذناها استطعنا أن نحسن من مستوى التنقل الحضري داخل مدينة مكناس. المحور الآخر ما يتعلق بالبيئة والنظافة ومعالجة النفايات. صحيح مدينة مكناس من بين المدن الأولى التي اعتمدت التدبير المفوض للنفايات منذ 2001، هي أول مدينة، لكن اليوم حق لمدينة مكناس أن تفتخر من بين المدن الكبرى اللي فيها اليوم مستوى ديال النظافة في مستوى أعلى. اليوم أنا لا أدعوكم لمقارنتي بمدن أخرى، ولكن اليوم حق لنا أن نفتخر من خلال الصفقات اللي درنا الثلاث والتعاقدات اللي عندنا مع الشركة التي تشتغل. اليوم مستوى ديال النظافة مستوى جيد جدا، مستوى الشوارع الأحياء كيفاش كندبروا الثلاثة، عندنا ثلاثة ديال الأحداث كبيرة، كيفاش كندبروا عيد الأضحى، كيفاش كندبروا عيد المولد، كيفاش كندبروا المعرض الدولي للفلاحة. الحمد لله هذا المستوى اللي كتبان فيه مدينة مكناس كمدينة نظيفة ومستوى جيد جدا.
إذا اليوم عندنا معالجة النقط السوداء، عندنا معالجة الأتربة، عندنا معالجة الطريقة باش هناك شوارع اللي كتنظف 3 مرات في اليوم، واللي هي مناسبة كنشكر يعني عمال النظافة وموظفين النظافة على العمل اللي كيقوموا به مع الشركة، وطبعا فيهم حتى العمال ديالنا. ولكن بغيت نغسل الماء فرصة نفتح قوس، راه ما يكذب عليهم حتى واحد، راه كاين واحد الكذاب ما بغيتش دابا في الحملة ما بغيتش نخرج الملفات ديالو باش ما تسماش بأنني أستهدفه، ولكن ما يكذبش على العمال، ما يكذبش. ونوجه له سؤال واحد، ما يعيش فيه من جاب فقط، يجاوب عليه الناس يقول له هادشي اللي عايش فيه هو وكيتمشى فيه، انا طبيب برلماني ما عنديش داكشي لعب. حنا بغينا العمال اننا نوحدوا بيناتهم المستوى الاجتماعي، ودرنا واحد الملحق اجتماعي، هذاك الملحق الاجتماعي درناه جاوبتنا الداخليه وجاوبناها، وحنايا كان طلبت منا متطلبات ديال التحيين ديال دفاتر التحملات، حنا درنا التحيين والان ارسلناه وكننتظروا الجواب من وزاره الداخليه. وما يكذب حتى واحد على شي واحد يقول له راه ما كاينش الملحق، او راه ما دارش، او راه كذب عليكم الرئيس. لكن انا قلت هذا مستوى مهم، بغيت باش نشكر عليه الاخوان ديال عمال النظافه اللي كيقوموا به. ومعها عندنا واحد مشروع مهم جدا، وهو مشروع كتفتخر به مدينه مكناس. خليني نقول لكم راه ما كاينش على المستوى الوطني، هو معالجه، هو المركز ديال التسمين ومعالجه النفايات، اللي اليوم بعد التمر وبعد المعالجه وبعد التسمين اللي عندنا، دزنا جوج ديال الادوات، دزنا جوج ديال المشاريع مهمه اللي تزادت مدينه مكناس. اولا معالجه المخلفات يعني الاندستريال الصناعيه، اول مره غادي تدار في المغرب وغادي في مدينه مكناس، وهذا مشروع مهم جدا. واللي وثم عندنا مشروع اخر مع نفس الشركه اللي غدير غادي تطور هذه المعالجه ديالها، يعني الطريقه ديال الاشتغال ديالها. طبعا حنا عندنا التمر وعندنا التسمين وعندنا الحرق وعندنا يعني ولكن كاين مشروع كبير جدا اللي هو ممول من الاتحاد الاوروبي، واللي غيكون نموذج على المستوى الافريقي، حتى هو نامل ان يخرج في القريب العاجل، واللي هو لا استخراج اسمده كاين، هذاك راه كاين في الاول. طيب هادو بغيتي تقول 10 د العناوين 8 د العناوين، لكن بغيت نوقف على نضيف جوج حيت هما انجازات. الاولى هادشي كله باش خصو فلوس، خصو الفلوس. هاد الفلوس شنو درنا فيه؟ من بين انجازات هاد المجلس هو انه عقد شراكات، جاب التمويل المركزي. والبعض كيقول لك اودي لا هادشي اللي تحقق في مدينه مكناس راه كان في المجلس السابق، وكان جبدوا اتفاقيات كلها موقعه في 2016 2017 التمويل ديالها موقع عليها عبد الله بوان، وموقعش عليها شي اسم اخر. وغادي نعطيكم بعض العناوين على كل حال فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، لانها بالنسبه الينا مهمه من حيث التمويل. سواء مع كما قلت مع الدولة أو مع القطاعات الوزارية أو مع الجهة، اللي الحمد لله سي إدريس قلي راه جالس حدانا على عدد من الإخوان اللي هما أعضاء في الجهة سواء في النيابات أو كأعضاء، واللي الحمد لله ساهموا مساهمة كبيرة باش تستفد مدينة مكناس من عدد من الاتفاقيات اللي هي
مهمة. إذن مع القطاعات الوزارية عندنا اتفاقية تسمين المدينة العتيقة اللي كتعرفوها كاملين 800 مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية تأهيل الحضري 2016 549 مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية تأهيل محاور استراتيجية الشبكة الطرقية 395 مليون ديال الدرهم مع وزارة النقل والتجهيز، واللي الحمد لله اليوم الصفقات ديالها راه انطلقات. عندنا اتفاقية الأحياء ناقصة التجهيز اللي دارت في 2016 219 مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية الدور الأيلة السقوط 252 مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية الوقاية من الفيضانات 210 مليون ديال الدرهم، عندنا اتفاقية منتزه الحبول دار في 2017 42 مليون ديال الدرهم، اتفاقية غابة الشباب 30 مليون ديال الدرهم، اتفاقية لإنجاز منتزه واد بوفكران 420 مليون ديال الدرهم، اتفاقية الشراكة لإنجاز الولوجيات 3 مليون ديال الدرهم، اتفاقيات خاصة لتأهيل المطرح 73 مليون ديال الدرهم، ثم اتفاقية خاصة بإنجاز مركز لفرز وتسمير النفايات 21 مليون و600 ألف، ثم اتفاقية خاص بملف الرميكا واللي ساهمت فيه الوزارة ب 10 مليون ديال الدرهم. هذو فلوس اللي جبنا لمدينة مكناس. طبعا إلى جانب هذه الاتفاقيات اللي كانت مع قطاعات الوزارية، عندنا اتفاقيات اللي دارت مع الجهة. عندنا بناء قاعة متعددة الاختصاصات متعددة الرياضات ديال العويجة 9 مليون ديال الدرهم، ساهمت فيها احنا ساهمنا ب 2 مليون ديال الدرهم وساهمت الجهة بالباقي. عندنا اشغال تهيئة قسم مستعجلات مستشفى محمد الخامس 2.5 مليون درهم باش ساهمت الجهة. تأهيل المنطقة الصناعية سيدي بوسكري ساهمت الجهة ب 4 مليون ديال الدرهم من اصل 24 مليون ديال الدرهم. اتفاقية الشراكة الإنجاز وتوسيع قاعة الجنباز، اتفاقية ديال لإقامة نظام مراقب وسط الكاميرات، إحداث مركز الأشخاص بوضعية إعاقة، اتفاقية شراكة مع الجهة والدرك الملكي، المنتقى الدولي للفلاحة، تأهيل وتسميل المدينة العتيقة تكلمت عليها أن فيه حتى الجهة، شراكة من أجل مواكبة ودعم الوحدة الصناعية ديال سيكوميك. سيكوميك كتعرفوا بأن في 2018 كانت وقفات احتجاجية وكان على كل حال سب وإلى غير ذلك، شكون اللي حل المشكل؟ هذاك المشكل ديال السيكوميك 650 عاملة وعامل، كنشكر جميع المتدخلين على رأسهم وزارة الداخلية اللي دارت عدة لقاءات في الوزارة من أجل هذا المشكل، ولكن المساهمة ديال الجهة كانت مقدرة ومساهمة جماعة مكناس 1,500,150 مليون سنتيم كانت مساهمة مقدرة ومجلس العمالة. هادشي باش حلينا الإشكال، ملي كيتحل المشكل ما كنبقاوش نتكلموا عليه وهو بين الإنجازات. فينا هما دابا؟ ياك كانت الاعتصامات وكانت الوقفات وكانت الاحتجاجات، دابا راه خدامين. خصنا نحمد الله ونشكره بأنه أننا استطعنا أن كاين إحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كاين دعم البحث والابتكار في المجال الرقمي، إحداث خزانة جامعية، إحداث أقطاب للصناعة التقليدية، برنامج تجهيزات الرياضية، اتفاق المنتزه ديال بكرة تكلمت عليه، اتفاقية لبناء المعرض الدولي دائما هدف وافقت الجهة باش تساهم فيه، مخرج الوجود ديال بناء المعرض الدولي للفلاحة، منصة خاصة للتجهيزات الجماعية، ثم إحداث وتجهيز مسرح جهوي بمكناس. هادو اتفاقيات كاينة تصدق عليهم فلوس بالنسبة للجهة كاينة، كيبقى الإخراج ديالهم. فإذا التمويل بالنسبة إلى المهم، وهذا من بين أمور اللي وغادي نختم قبل الأخير، يعني أننا واخا اشتغلنا درنا برنامج حققنا واحد العدد الأمور، ولكن كاين عدد من الملفات اللي كانت عالقة أخذت وقتا وجهدا ومالا، كتسمى الملفات العالقة. واحد ملف سيدي بوسكري، تمليك العقار، هذاك العقار 4165 تمليك ديالو، المسطره اللي خدا ساهمت جماعه مكناس مساهمه مقدره، كان المجلس السابق بدا صحيح، ولكن هذا المجلس اخذ على عاتقه باش يخرج هذا الموضوع لحيز فيما يتعلق فيه ثلاثه المجالات، فيما يتعلق بالسكن هذا تحل وخدا المسار ديالو، سواء بالنسبة لحي الأطلس أو حي الوحدة أو حي الإنارة أو حي الأمل، 13 حي كلهم الحمد لله خرجت الأمور ديالهم وبدأت العملية ديال التمليك. صحيح أنها بطيئة ولكن كيخصها تشجيع وانطلق. فإذا هذه العملية ديال التمليك بالنسبة لهذا
بالنسبه لي بالنسبه لي ديبو يعني المستودعات درنا عده لقاءات على الاقل درنا واحد 6 لقاءات وجل لهم تراسهم السيد العامل كاين اتفاق على الاخراج ديالهم. انا بغيت نقول بالنسبه لهاد المستودعات الملف انطلق خدا مسار ديالو، اهم شيء وقفنا الدعاوى والمتابعات القضائيه وساهم المجلس مساهمه مقدره في اخراج هذا الملف. انا كنقول ما يمكنش يركب عليه شي واحد، مساهمه المجلس كانت مقدره، اذا شي جمعيه ساهمت ما عندنا مشكل، ولكن المؤسسات اولا اللقاءات اللي داير العامل راه داروا مع المؤسسات وجماعه مكناس ساهمت مساهمه مقدره، وحنا كنقولوا راه في الطريق الصحيح ديالو، حنا كنعالجوه وكنبشروا الاخوان اصحاب المستودعات بانه راه الحل كاين وشا الطريق ديالو. اللي بقات فيه عالقه من بعد ما كانش عندنا تصميم ديال التهيئه، عندنا تصميم اليوم وعندنا شنو كاين في المناطق الاراضي الفارغه وعندنا الاراضي اللي هي مشغله، غيبقى التفريق بينهما، والثمن سيتم تحديده، والثمن اللي هو مشكل عند سيتم تحديده والعمليه ستبدا. بالنسبه للاراضي الفلاحيه هذه ما طرحش اشكال، ولكن راه حتى هي كاينه في الاتفاقيه. هذا من بين الملفات العالقه. دابا الملفات العالقه ملي كنتكلموا عليها عدد من الملفات التي دشنت ما خرجتش للوجود، اذكر من بينها ممر جمال الدين الافغاني منذ 2002 تجاهد المجلس عاد خرجوا الحيز الوجود وعاد خرجوا الحيز الوجود. كذلك سوق زين العابدين، المسبح الاولمبي، المكسب الصحي، هادو ملفات عالقه كانت عالقه واحد بواحد صغير اللي هو سوق ديال الحوت ديال ابدال منذ 2009 ما خرج. شكون اللي خرجوا؟ هذا المجلس. هذه الملفات العالقه عمل المجلس على اخراجها للوجود سواء بالنسبه وحتى ممرات السكك كذلك منذ 2002 موقعه ولم تخرج لحيز الوجود. ايوه هو المكتب الصحي. فاذا الحمد لله احنا استطعنا، انا هذه حصيله كنقدر بانه مهمه جدا. بالنسبه للخدمات الجماعيه كانت اعمال كبيره من الوقت لا يسمح لي للوقوف عندها، غادي تلقاوها في الكتيب. الانشطه الثقافيه والفنيه والرياضيه كانت المساهمه ديال المجلس مقدره، الاشعاع اللي عرفته مدينه مكناس على المستوى الثقافي والفني مستوى مقدر. مهم جدا الدعم ديال الجمعيات اللي كتشتغل معنا اللي كنشكرهم كهيئات المجتمع المدني اللي كيشتغلوا بالتاطير ديال المواطنين والمواطنات ديال الشباب والشابات. هذا المجلس عامل معهم اتفاقيات الحمد لله واللي خرج حيز الوجود. واختم بانه الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب. هذا الوباء جماعه مكناس ساهمات مساهمه مقدره في مكافحته بجماعه مكناس وبعمله مكناس. تكلفنا بالاطور الطبيه والتمريضيه والاداريه اكلا واقامه ومساهمة في الوسائل ديال العمل ديالهم. ساهمنا كنقول ساهمنا حملات ديال التعقيم اللي عرفتها الشوارع والأزقة وعرفتها العمارات والمؤسسات العمومية سواء المؤسسات العمومية والخاصة، راه جماعات مكناس اللي قامت بهذا الشيء. غير هادشي ديال التعليم بوحدو كافي لكي نفتخر بأنه حنا الحمد لله ساهمنا لا في الامتحانات البكالوريا وما ادراك امتحان البكر لا 2020 ولا 2021 ولا الان الدخول المدرسي. فاذا الله يرفع علينا هذا الوباء. وبغيت نقول في الختام حنا طلبنا منكم في 2015 تعطيونا الاغلبيه، اعطيتوها لنا خدمنا بها مرتاحين. اليوم كنطلبوا منكم باش تعطيوها لنا لان اليوم اصعب، اليوم اللي حنا في امس الحاجه الى اغلبيه مطلقه. ما كنقولش غنشتغلوا بوحدنا، ما عمرنا اشتغلنا بوحدنا ولسنا مهيمنين، ولكن ملي كتكون عندك اغلبيه كتستطع الامور كلها كدوز بسلاسه وما كتاخذ الوقت اللي خصها تاخذ امام حذف ديال العتبه بالنسبه للجماعات. يعني غادي يكون واحد، نتمنى الا تكون جماعه مكناس مبلقنه، ولكن بغيت نقول لكم
احنا سنقدم بدايه في نهايه هذا الاسبوع البرنامج ديالنا غادي نقدموه ان شاء الله. ولكن بغيت نقول هذا الشيء اللي حققناه انتم شفتوا حكموا علينا، ولكن كنطلبوا منكم لكي تصوتوا من اجل استكمال هذا الشيء اللي بديناه وتحقيق الامور اللي احنا كنقدروا بانها نضيفوها جديده في البرنامج ديالنا، واللي هي مهمه للمدينه، مهمه كذلك للجماعه، لكي تنطلق الجماعه ولا تتوقف. كما بقات غدا خصها تبقى غدا، فلذلك كنطلبوا ان شاء الله لكي تصوتوا علينا بالاغلبيه، لكي تعطونا الاغلبيه المطلقه، ولن نشتغل وحدنا، سنشتغل مع الفرقاء الاخرين، ولكن املنا ان شاء الله ان نشتغل في اريحيه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضلوا، حنا ما بغيناش ناخذوا الوقت بزاف، كنت باغي